الاخوه بيقول الاخوه بيقول اريد علاج للوسواس القهري من الاعشاب ومده العلاج. هو علاج الوسواس القهري الذكر، يعني انا هقول لك بس مش هنقول بقى رقم عشان محدش يقول احنا بن ايه في بدعه ولا حاجه، بس ده علاج. اقعد صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر من 1000 مره، اكثر من 1000 مره الوسواس القهري بيروح. ليه؟ لانك بتشغل راسك بما هو خير، فالوسواس ما يعرفش ينفذ ليك. اما بالنسبه للاعشاب فبندي شمر وينسون وكراويه ونعناع ومعاها الكاموميل اللي هو زهور البابونج. يبقى شمر، ينسون، كراويه، نعناع، زهور